جئنا لمناسبة مع رفاقنا مثل اقليم كوباني، واحنا جايين من دير الزور لمساندة رفاقنا الجاريلا، ونقف ضد اي فساد واي خراب واي دمار مثل الاحتلال التركي واعوانه المرتزقه مثل الجيش الحر وغيره من المرتزقه اللي يخربون ويدمرون باراضينا في الشمال وشرق سوريا. فنحن الان من شبيب دير الزور متواجدين لنعلن لجميع العالم ان احنا مع فكر القائد ابو، ونتمنى السلام لجميع الامه، ولا ننشر بها الفساد، فقط نعيش الحريه وعلى ذهنيه القائد ابو، وضد الفساد وضد اي شيء يخرب مناطقنا. واحنا جايين من شبيب الزور، شبيب دير الزور، لننشر الفكر ونقف وقفه احتجاجيه. علقنا بانضمام كافه الحركات الشبابيه بمدينه الرقه والفئات الشبابيه للانضمام الى خيمه الاعتصام المقامه في مدينه كوباني باسم حركه الشبيبه الثوريه. طبعا نحن نقف جنبا لجنب الى قوات الجريلا بشكل عام وخاص، وايضا نريد ونستنكر كافه الهجمات الدوليه الممارسه على القائد عبد الله اوجلان، وايضا الممارسه على رفاقنا قوات الجريلا في الجبال. طبعا نحن كحركات شبيبه ثوريه نريد ونستنكر كافه الهجمات الموقوته على رفاقنا الجريلا في الجبال. طبعا ونحن نناشد جميع الفئات والحركات الشبابيه في العالم وبالاخص مناطق شمال وشرق سوريا للانضمام الى معركه هلم لمعركه الحريريه. مقاومه قوات الدفاع الشعبي ومقاومه قوات سوريا الديمقراطيه ضد الارهاب التركي على هذه المناطق، والوقوف صفا واحدا مع رفاقنا الجريلا واهاليهم في شمال شرق سوريا، كونه الاستهداف الذي يحصل لاي شخص ولاي شبر من اراضينا هو يخصنا جميعا، ويجب ان نكون كلنا كالسد المنيع في وجه المحتلين بتلاحمنا وارتباطنا ببعضنا البعض، والا نفرق بين الهجمات التركيه على مناطق الدفاع المشروع وعلى مناطق شمال وشرق سوريا كونها كلها لنفس الهدف الا وهو ضرب مشروع الامه الديمقراطيه. انا مي كل ما تشالكي لبجاري كوبنا تيدر خصنا ميرو الدرجاتي بردوانا فكون يا مجالا كده حر جواني جي خوف بجدك رقوة طبقة دير الزور ممج حركز جوان خاطي جي خوف بجدك أرمان جا في مشي مج أرمان جا في كوني مجي بوسة فرباري هاتي على الكرنة حر جوانك أركك وري سر ملي خوف بيك بيني وري بري خوف بدي سفر بليك هرن لجاي جاري لجاي بيروز همبر گریلا موزی بگره شر بکن هیرو کنه ما داوید بین دمی فکر کنده کنه ما چالاکی دا پشتی سه روزه دنه لما شما سه روزان لبا جزیره دست بیده.